كتير حلو، كتير في ناس، المكان كتير حلو، وإن شاء الله تكون كمان الحفلة حلوة. شو بتحبي تحكي لهاني متواسي قبل الحفلة؟ كتير يعني عم نستنى إنه نسمعه، وإن شاء الله إنه يغني لنا كل الأغاني اللي منحبها منه وبس. أنت جودي فصيبي كتير حلو، والجو حلو، وجود رؤية طبعا اكيد بحليها كمان. متحمس لحفلة هاني متواسي؟ اكيد، يعني كل متحمس جايين نشوف هاني متواسي. والله انا كتير عاجبني الموضوع، احنا هاي تاني مرة باجي، جينا الحفلة اللي قبليها تبعت اظن قبل سنتين حضرنا حفلة جدل، ولقى التنظيم رائع، يعني الحمد لله متحسنين عن قبل. كتير حلوة، مرتبة، راقية صراحة، والجو جو عمان مستحيل تلاقي زيه بأي مكان تاني بالعالم، كلها ناس مرتبة، يعني إشي بتشوف فيه حيوية وإيجابية بالناس، كتير حلو، يعني إشي مرتب.